حملة جنية شمندر السكري بمنطقة قاسية الطويل دائرة حاسم سعود تسير في أحسن الظروف من خلال تسخير إمكانيات مادية بهدف إنجاح هذه الزراعة الاستراتيجية الحديثة بورقلة. عملية على مستوى 450 هكتار، متوقعين بين حتى 60 حتى 80 قنطار في الهكتار. هذه تجربة أولية اللي إن شاء الله تتعمم في الولاية تاع ورقلة. ثم كما تعرفوا باللي ولاية ورقلة معنية في إطار ورقة الطارق تاع وزارة الفلاحة، معنية بزراعة أكثر من 20 ألف هكتار ما يتعلق بالزراعة الصناعية. كتجربة أولى تم غرس ثلاثة أنواع من الشمندر السكري المناسبة مع الخصائص المناخية للمنطقة، فنسبة الساكاروز تقدر بأكثر من 20%، وهو ما يجعلها مصنفة ضمن الأنواع الجيدة. هذه التجربة حبينا نشاركها، هدف هذا اللقاء اليوم حبينا نشاركها مع الفلاحين آخرين ومستثمرين آخرين، إن شاء الله يكون عندنا دعم باش نشجعوا المستثمرين الآخرين على جال هذه المادة. إنتاج الشمندر السكري يستغل حاليا وبصفة كلية كعلف لتغذية الماشية في انتظار بروز صناعات تحويلية على مستوى الولاية، والتي ستعمل على تطوير هذه الزراعة والاستثمار فيها مستقبلاً.